بهذا المقطع راح نتحدث عن جهود شعبة النظافة التابعة لقسم خدمة الزائرين في العتبة الكاظمية المقدسة في أيام شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والزيارة المليونية. ظلوا وياه. بالسلف شيخ السلف ما يرد الوعد دنيا من تفتر عكس ندق باب الكاظم. تعتبر شعبة النظافة واحدة من أهم الشعب في العتبة الكاظمية المقدسة لما قع على عاتقها من مهمة الحفاظ على نظافة العتبة المطهرة والطرق والشوارع المؤدية إلى الصحن الكاظمي الشريف. مع زبل كثيرين والخاطر حسين ثواب نهر كله باخذ تحلف لنا. وتقوم الشعبة أيضا بتوفير المساحات لاستراحة الزائرين الكرام، ليس هذا فقط بل تقوم ايضا بنشر جميع الاليات التابعه للشعبه خارج العتبه الكاظميه المقدسه ومناهل مياه الوضوء والمياه الصالحه للشرب، اضافه لتوفير الصحيات الثابته والمتنقله لخدمه الزائرين الكرام. من عمت عيني قضت بالسجن ايامه غربته ومصيبته كل عزله.